الخير، كيف حالكم؟ وصلنا كولان سويت، راح نتقهوى زي ما قلنا لكم ونروح المعرض اليوم. الله يسلمك ويبارك فيك. كيف؟ الله يرضى عليك. شلونك يا بحر؟ اي الله يسلمك. انت قلبك وش يحب يا بحر؟ يحب البنات. الله يسامحك، الله يسامحك يا بحر. نعم. وش تحب انت؟ تكون الامارات؟ تكون الامارات وام قشه. من ام قشه؟ من ام قشه؟ جارتي. من تحب اكثر، ام قشه ولا دخول الامارات؟ ابيك تقول لي سر بيني وبينك، وش اللي عاجبك في ام قشه؟ هذا مطلوب. صدق؟ صدق. على قولك اول مره اشوف واحد يحب قشه بنت. تحب فيه انت؟ عندك قشه بعد؟ شوف الله يحفظك. لا انا ما عندي. ها مساعدك؟ انا ما درت المكر، درت المكر. قلبي يحبها، قلبي يحبها، قلبي يحب البنات. قلبي يحبها، قلبي يحب البنات. خلاص قلبي يحبها. قالوا انك قايل في مقشه قصيده، صحيح؟ صحيح. اسلم. والله اني احب يوم مقشه وقلبي يحب البنات. لا عطني القصيده. القصيده؟ ايه هذه يا حقت مقشه. هذه القصه، هذه القصيده. تبيني اكمل؟ اي كمل. اي يوم قشة وقلبي يحبس ويحب البنات. الآن أنت لما تقول قلبي يحب البنات ويحبس يوم قشة، ما راح تحبك يوم قشة. قل قلبي يحبك أنت بس. يا تحبني تحبها. هي تحبك بعد؟ إي وانا. وش دريك؟ أدري. هي تحب حشر بس، خل عنك. حشر حشر. ما تحبني. ليش؟ شايفة قد ايش ده؟ انت قلت بتقول لي سر. ايه؟ وش السر؟ السر الدخول. حبيت دخول عمر عشان مطعم من البيت اني لا اتعطر منه واتبخر منه. صدق والله؟ ايه حبيت الدخول وحبيت. الله يعزك يجزاك خير. حبيت الان دخول. بنخلص نتقهوى بروح انا وانت لين دخون، بخليك تختر اللي تبي تاخذ اي شيء تبيه في دخون تاخذ. مرة أنا صديقي حبيت دخون وحبيتك. صديقي عشاني بجيب لك عطر ولا صديقي؟ صديقي صديقك مرة. صدق؟ صديقي حتى لو رقد انا صديقي. صديقي وانا راح. بيض الله وجهك، جمل الله حالك. أهم شيء تحطر من دخول. أبشر. تحطر من دخول أبشر. يا بحر، يا بحر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله لا يضرك. ليش تاكل كثير حلا؟ بس 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 خلاص بس بس تنبر سنونك، ما يصير تعامل الحلا معاملة رز. خلاص يا اخي مشغلنا كل شوي يقول الله يحييك. الله يحييك يا ابو عبد الله في دخون الامارات. الان انت في دخون الامارات، الله يحييك يا بحر. اي الله الله يسلمك. انت الان في دخول الامارات، انت اللي الله يحييك. جزاكم الله بالخير جميعا. انا والله وصلت الان طائف، ما اقدر ادخل، ما شاء الله لا قوه الا بالله من الزحمه، بس بصور لكم من هنا من الباب. شوف لا قوه الا بالله عشان بوصل لكم. شوف ما راح اقدر اوصل، بس عاد معي العزيز والغالي صاحب المعرض والمنظمه. ابي تشوف لي طريقه شلون اقدر ادخل. ان شاء الله ابي اعرف.
بس شفتي بس دخلت المعرض احد الـ يعني اللي انا انتم عملانا ما اقدر اقول شيء يعني انتم حتى من قلبنا على قولتهم. مساك الله بالخير. مساء النور يا مرحبا. انت متعني عشان اي عطر؟ والله عشان باكسولي. بس بامانه وش رايك فيه؟ والله انا دوبني شميت هنا